والله تمام. قال ايش بك حزين كذا مهموم؟ والله والله لي يومين يا خال قاعد افرفر افرفر ما لقيت لي شغل. يا هو ما حصل شغل؟ والله مره يقول. يا انا عندك موجود هنا، عندك رسمال طيب؟ اقول لك عندك رسمال؟ امورك ترى تمشي، عندك رسمال اكيد عندك؟ خلاص امورك تمشي في السليم ان شاء الله، بس شغل رسمال حقك امورك تمشي في السليم. يلا تبغى شيء؟ يلا يلا. والله سلام. سلام عيسى. عليكم السلام. يو وش الفلوس هذا اللي محطيه فوق راسك؟ فلوسك زايد ولا ايش؟ هذا راس المال، مو انت تقول لي اذا عندك راس مال فلوس يجيك لين حدك؟ يو قصدي مو كذا، يو مو كذا. انا لي ساعتين عيسى ايش قاعد تسوي؟ قاعد تذاكر؟ لا الدخول مجانا. يا اقول كبك من الزحف كبك. المهم عندك فلوس؟ فلوس؟ معايا بس ما اديك. ياهو انت ايش جواك اليوم؟ سوي طقطق معايا؟ هذا معايا فلوس وما يديني. والله لا اوري، والله لا اسوي فيه حركة، والله لا اوري. ايه ايش بقى قاعد تحكحك كذا امك؟ والله انا ما اعتقد، والله جاني الجرب ما جرب من شو اسمه ذاك. جرب؟ ايه والله ما تروح. تكفى والله ما افكك، والله لما تديني فلوس والله ما افكك. والله امسك المحفظة كلها يا شيخ. يا هو ما... يهو ريالي شو هذا كذا قاعد يمشي وي؟ ايش بقى قاعد تطالع؟ ايش اللي ايش بقى قاعد تطالع؟ العين بحر. ايش اللي العين بحر؟ ما عاد شبك لك البحر ولا ايش؟ العين بحر. ها الحين بشبك لك البحر. طلع شيء حق شنشنش، والله شيء قوي. انت خال اصلي ها؟ ايه خال اصلي. للحين بيبدا الاختبار. ما عندك مشكله. انت تشهب؟ ايه شهب. شو ووف خال اصلي يعني زي كاي كاي كاي. والاختبار الثاني ايش تسمع؟ تسمع شيلات ولا تسمع سامري؟ اكيد سامري. تنكس يهو. أكيد. يا هو دقيقة نجربك، لازم نجربك. هذه هي الشيلة الأولى. دحين نشغل لك السامري. سامري شغلنا السامري.